بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلاب الأعزاء، من إيه؟ أتمنى الجميع يكون بخير. طبعا إحنا الأسبوع اللي فات خدنا سيشن 1، اللي هو هنشرح سيشن 2 بالنسبة للصف برايمر 2 3 و 4، الصف الثاني والثالث والرابع ابتدائي. هنخش على طول في الفوكاب. البوتن فوكاب عندنا كلين ينظف، هيلب يساعد، حب يقفز بس على كده معده، باس يناول، رايد يركب، درايف يقود، درو يرسم، بلاي يلعب، سي يرى، بورو يستعير، واتش يشاهد، لوك ينظر، اذر فوكاب، ليف يعيش، لايك يحب، لاف يحب، وونت يريد، ويوز يستخدم. تعال كمان نبدأ نشرح ونحل. Choose the correct answer from A, B, C, or D. Number one, I don't have a pencil. لا أمتلك قلم. I can not one. أنا ممكن أعمل حاجة واحدة، يبقى أنا إيه، أستلف أو أستعير. Borrow. Number two, Sarah and دعاء not in Tanta. Sarah دعاء live in Tanta. يعيش في Tanta. Number three, is not TV. هو حاجة تلفزيون، أكيد watching TV، يشاهد تلفزيون. Number four, محمود is not a picture. محمود is drawing a picture. A picture يعني بيرسم صورة. Number five, please not the paper to أحمد. Please بس يعني ناول الورقة دي لأحمد. بعد كده نكتب جمل. عندي ولد هو بيلعب أهو، فأقول له نقول له the boy أو he is playing football. أو ممكن أكتب he plays football بالزمن البريزنت سيمبل، مفيش مشكلة. عندي بعد كده هنا الولد يركب العجلة، هقول له he ride أو is riding a bike. هنا هقول له بتقود العربية، أقول له she. همين أنا بالزمن بقى الـ بريزنت سيمبل، أدي she drives. تقدر تحفظ الأفعال تعرفها. أكار. يبقى عملت جملتين بالبيزن كونتينوس اللي هو بتاع الام والايز والاحظ اي ان جي للفعل، وعملت جمله بالبيزن سيمبل اللي هو بنضيف اس او الاس او الاي اس للفعل مع الهي والشي. ده هنعمل هنا سيركل ضيق على الكلمه غلط، وبعد كده نحط كلمه صحيحه. نمبر 1 لاف يحب، واتش يشاهد، فوتبول كره قدم، لايك يحب، يبقى فوتبول. اوكي، ونحط مكانها مثلا ممكن نحط فعل بلاي يلعب. نمبر 2 اي يعني انا، وي يعني نحن، هي يعني هو، بن يعني قلم. هنشيل كلمه بن ونحط مكانها مثلا على سبيل المثال اي ضمير زي مثلا يو انت، ونشيل بن. نمبر 3 بس معناه يناول، هابي سعيد، رايت يكتب، ليف يعيش، هنشيل هابي يعني دي صفه وكلهم افعال، ونحط اي فعل زي فعل ايت مثلا. نمبر 4 سالي اسم بنت، منار اسم بنت، هاني اسم ولد، وهنا اسم بنت، هنشيل هاني ونحط اسم بنت زي منى مثلا. نخش بعد كده في مناقشة علم الصوتيات. حرف التي لو جه معاه، لو جه معاه الاتش ليه نطقين، يا اما ساء يا اما زيل. يعني لو جه معاه اتش تنطق اتنين، لو جمع تي اتش تنطق اما ساء اما زال. تمام كده. عندي مثلا على سبيل المثال سانك او يعني يشكر، سن وفيع، ثيرزداي يوم الثلاث، اسف يوم الخميس، ماوس الفم، ثري ثلاثه، وماس معناها رياضه. اما وريت انت بقى زال زي ماذر ام، فاذر اب، براذر اخ، ذس هذا، ذات ذلك او ذلك او ذاك، وي زي ينهم. اما لو جت التي لوحديها معاش اتش بتنطق تيها عادي، زي تيم فريق، تليفون تليفون، تن عشر، تيتشر مدرس، تنت خيمه، وكلمه اسمها تور معناها جوله. تعالى كده نعمل ضيق على الكلمه غلط ونحط مكان كلمه صحيحه. سيركل ذا اود ساوند اوت اند بليس ات. سن ماذر
بس دي نقص ماذر هي اللي غلط، لان ماذر هنا بتنطق ب ازاي، عايزين قلت عربي بتنطق ب السيف، بعدين قلت مثلا ثانك. نمبر 2 سيك فازر براذر ذيس، كنوره بالذال ما عدا السك الاولانيه هنشيلها ونحط مكانها كلمه بتنطق برضه بالذال، نحط مثلا ماذر. نمبر 3 ذا زي تيم ذيس، طبعا كلهم بيطقوا بالتي اتش هنا بالذال ما عدا تيم تطق بالتي عادي، ان دي حرف تي بس في الاول، نحط مكانها مثلا زي كلمه براذر. نمبر 4 3 يعني 3 تن انت انت كاروت، طبعا شيل كلمة 3 اللي في الأول، نحط مكانها كلمة اسمها مثلا بالتي، نحط تن 10. نفس الكلام حضرتك هتعمله هنا، هسيبهولك بقى انت ايه تعمله على نفسك في البيت. واجب الجامعة عندنا بنشرح زمن بسيط جدا اسمه البيزن سيمبل، بيزن سيمبل when we talk about daily routine or habit. لما اجي اتكلم على عاده او عاده روتينيه او يوم روتيني عندي، ده اليوزج بتاعته الاستخدام. طب بالنسبه بقى للتكوين الفورميشن، هي شي ات سنجل بروناون، سنجلر بروناون الضمائر المفرد دول بنضيف للفعل بتاعهم الفعل جاي بعديهم الاس او الاي اس او الاي اس. اما اي وي زي يو بنقول عليها بلورال بروناونز، الضمائر الجمع الفعل بينزل بدون اضافه. يعني ايه يا مستر؟ تعالى كده فهمني. يعني حضرتك لما اجي اقول لك ان هي هو يلعب، لو انا عايز اكتبه بزمن البيزن كونتينوس اقول از بلاينج، لكن ممكن اكتبه بزمن المضارع البسيط يبقى هي بلايز، اضيف اس للفعل. يعني تقصد يا مستر ان انا ممكن اكتب الجمله هقول هي واحط الايز واحط اي ان جي للفعل كده صح؟ صح. ممكن اقول هي وما احطش الايز واحط الفعل اللي هو فعل بلاي واضيف له الاس، صح برضه. يبقى هي بلايز جيمز. سارة الويز هيلبس مي، سارة دايما بتساعدني. هي جوز تو سكول، هو بيذهب الى المدرسه. بص ضاف ايه للفعل؟ ضاف له برضه الاس اهو، وين ضاف برضه يلبس اس. زي بص بقى مع ازاي، ازاي عشان نجمع مش هنحط اجل الفعل، زي لايك بس، زي لايك كاتس، وي كوك لانش، اي رايد ا بايسكل، وهكذا. تمام. طيب ايه بقى الكلمات الداله بتاعت الزمن ده؟ يعني ايه كلمات داله؟ الكي ووردز، كل زمن كلمات داله بتعرفك عليه، يعني هي إيه الكلمات اللي بتعرفني على الزمن. زي الويز دائما، يجولي عادة، اوفن غالبا، sometimes احيانا، never ابدا، every وافري دي معناها كل، وبتيجي مع افري داي وافري ويك وافري مانث، وهكذا اللي هو كل شهر وكل يوم وكل اسبوع. سستايز بقى نحل. نمبر 1 قال لك ابدا به، هنقول له ايه؟ الويز على طول، هو دائما. رايتس ضاف اس هو برضه فعلا عشان خاطر الهي، رايتس ا بايك. نمبر 2 زي هما، هنقول له زي هيلب، هما بيساعدوا. زي ماذر، بيساعدوا المهم. نمبر 3 اي كوك لانش افري دي، بيطبخ الطعام كل ايه؟ كل يوم. تعالى كده نبدا نحل في in the gaps using these words، نحل الكلمات دي نحطها في مكانها الطبيعي. نمبر 1 ماي ماذر الويز، امي دائما، نوت ماي داد هيلبس ماي داد، عشان طبعا هناخد هيلبس مش هيلب، ان ماي ماذر مفرد شيء خدنا اللي فيها الاس. نمبر 2 وي نوت كاتس اند دوجز، وي يعني نحن نوت الكلاب والقطط، يبقى نحن نحب، هناخد اللي من غير اس عشان خاطر ايه اللي هو الوي جمع. نمبر 3 ذا تيتشرز المدرسين، نوت اول ذا بويز المدرسين، بيساعدوا كل الطلاب يبقى كل الاولاد يبقى هيلب. نمبر 4
وي نوت ان اليكس، احنا حاجه في اسكندريه يبقى نعيش. طبعا نحن دي جمع فناخد الايه من غير اس. ليف نمبر 5 هبه نوت ان سواج، هبه حاجه في سواج، هبه تعيش. طبعا هبه دي مفرد فناخد اللي فيها الايه لس. اخيرا هي نوت فيجيتابلز، هي لايكس فيجيتابلز. هنا هنعمل الجمل، هعمل له جملتين او ثلاثه وانت الباقي اعمله في البيت. نمبر 1 هنقول له ان هي هو، ممكن نقول له هي از كليننج ذا ستريت، هو بينظف الشارع صح، او هي كلينز ذا ستريت صح برضه. انا هعمل جملتين بالزمن المضارع البسيط بيزن سيمبل، وجملتين بزمن بيزن كونتينوس. نمبر 2 زي are looking at the sky، بيبصوا في السماء. كده عملنا جملتين بزمن البيزن كونتينوس. تعالى زمن المضارع البسيط بس معلمينك دلوقتي، هو هنا ايه؟ هو بيرسم، او هو بيرسم اه، هنقول له هي دوز، هو بيرسم a picture، بيرسم صورة. بص هنا ما حطيتش الايز بقى، حطيت الفعل على طول اللي هو فعل يرسم درو، حطيت له اس على طول. نقعد نفس الكلام، هقول له هي بلاي، واضيف له الاس اهو بلايز فوتبول. برضه ما ضفتش الايز، حطيت الاس على طول ايه للفعل. تمام كده، يعني عملنا جملتين لزمن البيزن كونتينوس وجملتين لزمن البيزن سيمبل. هسيبك انت الباقي بقى هوم ورك واشتغل على هذا الايه هذا النظام. هو هنا بيقول لك خد بالك لما اجي هنا امتى اضيف الاس وامتى اضيف الاي اس وامتى اضيف الاي اس. اضيف الاي اس لما الفعل بينتهي ب الاس والسي اتش والاس اس والاس اتش والاو والاكس. طب امتى اضيف الاي اس؟ بضيف الاي اس لما يكون الفعل نهايته واي، بس قبل الواي حرف متحرك مش ساكن، زي فعل الصدي قبل الواي هو حرف دي وده ساكن، يبقى نشيلها ونحط الاي اس. طيب قواعد اضافه الاي ان جي، امتى اضيف الاي ان جي؟ اضيفها ازاي؟ لما يكون الفعل نهايته الاي لازم نحذف الاي. يعني مثلا فعل رايت نهايته الاي وانا بقطع الاي ان جي اشيل منه الايه؟ الاي، تبقى رايتنج. ميك نفس الكلام، اشيل منه الاي واضيف الاي ان جي. طيب كمان لو عندي نهايه الفعل حرف ساكن وقبله حرف متحرك، في قبله حرف فاولز كونسنت وقبله حرف فاولز متحرك، اعمل ايه؟ اضعف الحرف الاخير. زي فعل ستوب اهو، اخره بي والبي ده حرف ساكن وقبليه او حرف متحرك، اضعف البي تبقى ستوبنج، وهذا النظام. تمام كده، اما الباقي بنضيفه عادي خالص. هو هنا برضه بيعلمك مفيش اي مشكله تماما. هو بيقول لك الجمله الاولى خطا لان طبعا عندك الايز، عشان يعطينا الايز المفروض دي في الاي ان جي للفعل. الجمله الثانيه برضه فيها خطا لان هو هنا لازم اضيف اس للفعل مع هي رايتس، عشان ده زمن المضارع البسيط ان هي والشي والات تضيف في اس للفعل لو انت ما حطيتش ايز. نمبر 3 هي ار رايدنج، طبعا هي ما بتاخدش الار، هي بتاخد الايز، او اشيل الهي واحط مكانها زي عادي. نمبر 4 this اسمها this is a bike، لازم احط الايز عشان ده مفرد، this is a bike، هذا ايه؟ هذا او ذلك عجله او هذا عجله. تمام كده، ده الهوم ورك بتاعك يا بطل، شد حيلك وحلوا الميني تيست ده، في الاخر ادي الدرجه لنفسك. انا في الاول هتكمل بالفعل، تاني حاجه تاني سؤال هترتب، تاني سؤال عندك ان انت هتعمل جمله صحيحه على الكلام ده. ان شاء الله اشوفك في السيشن الجاي. Goodbye.